السلام عليكم، صبحكم الله بالخير وحياكم الله في تغطية وجولة جديدة من أجياد المصافي. راح ناخذ جولة في جبل أجياد. وقفت سيارتي هنا بعد ما خرجت من الحرم، راح ناخذ جولة في أجياد وبعدها نخرج على مواقف كوداي والمسفلة باتجاه حي الملك فهد. على اليسار الدائري الثاني شارع بير بليلة، وعلى يميني حي الروابي. طبعا اذا ما كنت فاهم في سياقة الجبل لا تجي هذا المكان، زحمة وشوارع ضيقة. ما شاء الله شروق الشمس. لازم يكون واحد فنان مثلي في سياقة الجبال. شوف هذه طلعة كبيرة، طلعة الخزان، خزان أجياد. ما راح نطول، بس جولة لفة سريعة كذا، بعدين ننزل على شارع أجياد ونخرج على المسفلة. الدائري الثاني باتجاه الخالدية. طبعا هذه نهاية المسار، هذه نهاية الطريق. على يميني الآن طريق جبل خندمة. خلوني أنزل وأخذ لكم صور جميلة. طيب شوفوا الآن نزلت على الخزان وعلى هذا البرج بإطلالة جميلة على ساعة مكة. هذه ساعة مكة ما شاء الله، أحياء مكة ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله، تشوف من هنا أحياء مكة بالكامل. وهنا حي الروابي وطريق جبل خندمة. شوفوا هناك عندنا جبل ثور، حي بطحة قريش، حي الكعكية ما شاء الله. ومن الجهة الثانية راح نشوف جبل النور، ما أدري إن شاف من هنا ولا لا، لكن حي العدل، حي السليمانية. أعتقد ما في أجمل من هذه الصور. شوفوا منطقة المسجد الحرام، خلفها هناك مقبرة المعلاة، مسجد الجن، حي العدل. باتجاه تقريبا خلف هذا الجبل يكون جبل النور. وهنا ناخذ صورة بانورامية على مكة المكرمة أحياها بالكامل.
طيب هنا نجي، ما اعرف الطريق هذا ينفذ ولا لا. ما شاء الله شروق الشمس. خلاص هنا نخرج على شارع جياد. في أجمل من هذه الصور؟ دائما حسين الفيفي ما يجيب لكم إلا التغطيات الزينة. ها؟ كيف أخرج؟ زي ما نشوف هذه نزلة كبيرة، وهنا ياخذون صور احترافية. خلاص طلعت معهم في الصورة. شوفوا الدجاج، لا والله هذا بس مو دجاج، في دجاجة كانت في الحوش هنا. قلت لكم لا يدخل واحد هنا الا فاهم في الجبال، في الشوارع الضيقة. انا مشكلتي ما اعرف ارجع ريوس قدام. ابى احصل لي سيارة. الآن على طريقة جياد. خلاص وصلنا لمنطقة الأبراج. هنا بداية الأبراج في شارع جياد، فندق إعمار. خلاص اللي بيروح للحرم يروح الآن، يروح الآن علشان يقدر يدخل على أروقة الحرم. يعني باقي بدري شوي، لكن على الساعة 9 تقريبا، الساعة 9 علشان تدخل على المصليات الداخلية. برضو 10 ممكن، الساعة 10 ممكن، لكن بعدها تقريبا خلاص راح يقفلون ويحولونك على التوسعة. خلاص ناخذ يسار من هنا على طريق المسفلة، على منطقة المسفلة، شارع إبراهيم الخليل والدائري الثاني. نخرج على الفنادق في منطقة الهجلة، دائري المجد وسيف المجد وميعاد المجد، غطيناه في الحلقة السابقة. طبعا الآن أعداد بسيطة، لكن نشوفهم موسم رمضان يملؤون هذا المكان، ونشوف في مجموعة راح تغادر الآن. وهذا الشارع اللي نزلنا على شارع إبراهيم الخليل، لكن أنا راح أخذ يسار وواصل في الدائري الثاني من تحت الأنفاق، تحت حي الطنطباوي. شوفوا على يميني وعلى يساري منطقة الهجلة، شارع الهجرة وشارع إبراهيم الخليل. هذا فندق فلسطين على اليسار على اليمين، وندخل على أنفاق الطنطباوي.
المخرج للدائري الثالث، الأفضل نأخذ المخرج للدائري الثالث. أي نعم، الطريق الدائري الرابع، الدائري الثالث، نأخذ هذا المخرج. ولو نواصل في هذا الطريق راح نروح لحي الخالدية، حي الخالدية على اليسار الآن، نروح لحي الخالدية وحي الرصيفة وشوفوا أجمل صورة راح تشوفونها للماضي مع الحاضر. بالله يشوفوا وصور الشاشة وبرضو مع شروق الشمس. هذا الدائري الثاني، ونخرج على نواصل في هذا الطريق إلى الدائري الثالث. طبعا شارع المنصور على يميني الآن، أغلب محلات الذهب وال الأسواق والملابس في شارع المنصور، شوفوا على اليمين الآن. بس هذا طريق مستحدث جديد، الحي الخالدية على يميني. ناخذ يمين نخرج على المخارج إلى الدائري الثالث، هذا المخرج إلى الدائري الثالث. ولو نوصل في الطريق إلى الكعكية والسبهاني والدائري الرابع، هذا حي الخالدية على يميني. طبعا هذه الإطلالة اللي على اليمين زرتها في أو غطيتها في أحد الفيديوهات السابقة. لا زال حي الخالدية على اليمين الآن، وحي الزهور وحي الشوكية على اليسار. طبعا هذا الدائري الثالث، راح نخرج على حي الملك فهد، وهذا الطريق اللي يودينا على طريق المدينة، مسجد التنعيم، طريق جدة، الأحياء غرب الحرم. حي الخالدية من الأحياء الجميلة، هنا بداية حي الشوكية والمدخل الرئيسي لحي الشوكية، شوفوا من عند الجامع، من عند المسجد. والله شكلي عديت المسجد. خلاص نخرج الآن على حي الملك فهد، حي الإسكان، الرصيفة، برضو مدخل إلى الخالدية. ما أدري نلحق الإشارة ولا ما نلحق. وأكيد لحقنا الإشارة. طيب دخلنا الآن على حي الملك فهد وحي الإسكان. هنا ندخل على حي الشوكية، شارع محمد بن جبير، ما
شاء الله اغلب هذا اغلب المحلات والمطاعم موجودة في هذا الشارع. عندنا شارعين متوازية، هذا الشارع وشارع عبد الله، ناسي اسم الشارع، المهم الشارع الثاني على يساري الان. طيب، إلى هنا تكون نهاية تغطيتنا لهذا اليوم، أتمنى أنها نالت على استحسانكم ورضاكم. نعدكم بتغطية أفضل في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك ونشر الفيديو. مع السلامة.